بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كأنك بتطبطبي على قلبي من جوه وبتزحمي عليه كل الهموم. بعد الشر عليك يا حبيبي، انت أصلك ما بتنامش النمادي إلا لما تكون عامل عاملة. حتى وانت صغير كنت تعمل العاملة وتيجي تنام النمادي. ما تبصليش قوي كده، ده انت قلبك ده أنا اللي مربيه على إيدي. احكي لي بقى إيه الحكاية، احكي. احكي بس، مش كل الكلام يتحكي. انت كده هتخلي الفار يلعب في عيب يا ابني، ما ينفعش الكلام ده. احكي لي يا ضنايا، احكي فضفض. احكي لك يا ماما بس كل حاجة بأوانها، بس أنا عايز ألحق البنت ليلى عشان قاعدة لوحدها. الله، وسايبها لوحدها ليه؟ أمها فين؟ زعلانة. أنا قلت كده، أنا قلت هي برضو اللي منكدة عليك. هي كده الولية دي، أنا مش زعلانة منها، البنت طيبة. إلا أمها، أمها اللي بتبق السم في ودنها. إلا أمها دي بتاعت ترابيزة البنك. بس البنت مزعلك؟ لا، البنت حلوة. أنا اللي زعلتها يا أم. أنت اللي زعلتها؟ طيب مادام انت اللي زعلتها يبقى واجب عليك انك تصالحها، الاصول بتقول كده. ده ان بقى ربنا يهد سرنا. بس انا عندي حما. يا لهوي في الرايحه والجايه. قول لي يا ماما تزغدني وتقول لي ليه ما بتقوليش يا ماما. مين اللي بيقول لك كده؟ هي بتقول لي قول لي يا ماما. اوعى اوعى تقول لها يا ماما. لا طبعا مش قول. لا الا ماما قال الماما. قول لي يا ماما تزغدني. تقول لي قول لي يا ماما. بسم الله. يا لهوي قول لها يا امنا الغوله. شو ماما.